عشوائيه في اللعب، الدراري باسلين ما فهمش ما كيقنعوش، ماشي ديال العصبه كاع، ماشي ديال العصبه، مشكل في كل شيء، في كل شيء، لا في موسين لا في طوشاك لا في كندوي معاك انا. احنا راه الوداد راك عارف الوداد راه لعب غير كل شيء، كانوا تايقين في راسهم، ولكن ما البيت الاول هو اللي كما نقول زعزع استقرار ديال الفريق، ومن والبيت الثاني حتى هو لافوت ديال العقيد ما كانش عليه يدير لافوت، حتى لافوت ديال الفال حتى هو يتحمل جزء من المسؤوليه، وديما وداد وحنا غاديين الرباط باش نشجعوا الفريق، واخا 4-0 5-0 ماشي مشكل، المهم ديما وداد فرحان يخرج شي حاجه اخرى. لا اسمح لي الله يحفظك اسمح لي ما فرقه ما والو هذا اللي لعب انا والو 4-0 صاحبي ما فرقه ما والو اه صافي خصو منين خسر ب 4-0 خصو يعتزل على التدريب، حيت ما نتيجه ما والو هادي دار، واصلا هو كان صيفط بكاري كوني ورشيد حسني، السبب ديالو باقي مجهول خصنا نعرفوا علاش، وديما وداد وبغينا نشوفوا وداد فريق اخر في البطوله.